أشغال المسالك المؤدية إلى جامع الجزائر تسير بوتيرة متسارعة، حيث تم تسليم 5 مسالك من شأنها تخفيف السير من وإلى جامع الجزائر. فإن هذه التهيئات كلها تفتح آمال كبيرة على منطقة المحمدية وعلى الطريق السريع، حيث منطقة المحمدية والحراش عموما تعتبر منافذ جديدة ما بين ورابطة جديدة ما بين تريبولي وشارع طرابلس والمحمدية، كذلك نحو الطريق المزدوج للشرق. بالنسبة للمبلغ الكلي للمشروع 6 مليار دينار جزائري مقسم على كما يلي: حوالي 20% للطرقات، حوالي 40% للمنشآت الفنية الكبرى، الأنفاق الأرضية والجسر العملاق، كذلك بالنسبة الباقية حوالي 200 مليار سنتيم لتعويض الملاك ونزع العوائق. منشآت فنية أخرى تستلم لاحقا، منها 5 مسالك جديدة ونفقين بهما نقاط مراقبة يؤديان مباشرة إلى باحة الجامع، بالإضافة إلى جسرين عملاقين. صادفنا عراقيل أثناء الأشغال، خاصة شبكة الكهرباء والغاز والماء وواد الحراش، لكن تم أخذ جميع الاحتياطات لمواصلة جميع الأشغال إلى غاية الانتهاء منها وتسليمها. كل هذه المنشآت الفنية الكبرى والمنجزة بخبرة وأياد جزائرية خالصة ستضفي على جامع الجزائر رونق يستقطب الوافدين إليه.